بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا الموعد من برنامج اسأل ولا حرج للتواصل والتفاعل معنا لطرح الأسئلة للاستفسار. الرقم الهاتفي الموضوع على طيلة أيام الأسبوع هو 00216 93 438 038. بالإضافة إلى العنوان الإلكتروني اسأل أتميزات في نقطة أن كما نذكركم أن كافة حلقات البرنامج وايضا برنامج من واقع صائمين اليومي الرمضاني موجوده على موقع اليوتيوب حاضر معنا الاجابه على اسئلتكم واستفساراتكم فضيله الدكتور ابراهيم الشيبي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا لكم استاذ زياد تحيه لكم وتحيه لكل من اختار مرافقتنا في أسأل ولا حرج من الاحباء والاوفياء والاعزاء من اختاروا الوطنية الثانية وهذا البرنامج لطرح أسئلتهم واستفساراتهم نعم المكالمة الهاتفية الأولى ترد علينا من الأخ عامر من الوسلاتية ولاية القروان السلام عليكم أخونا عامر تحياتنا وعليكم السلام سيدي مرحبا بك مرحبا, مرحبا بك وتشرفنا ياسر بمكالمتك تفضل أخي عامر شنو أسألتك تفضل أه سيدي عندي السؤال الأول أيوة تفضل سيدي عامر تفضل أه الدكتور سمعت الدكتور يحكي على الـ على الذهب حرام اي والحرير على الراجل على الراجل ايوه آه، وانا عندي غلاف غليف اي غليف في سنتي مغلف بالذهب من عام 71 نعم اي آه، كيفاش نعمل له هذا انا توا ما دام الذهب حرام وانا مغلف سنتي نعم. بالذهب هذا السؤال الاول دكتور تفضل انا أيه. نجاوبوا سؤال سليم. بسؤال ولا يطرح علينا الاسئله الكل ونجاوبوا خلينا نجاوبوا سؤال بسؤال باش يكون في الاستماع الفائده نعم سي, سي عامر نعم سي عامر نعم. سي عامر مرحبا بك. تفضل تفضل اه نسمع اه نسمع معك الإجابة سي عامر بتاع ايه الدكتور تفضل بالنسبة لاستعمال الذهب والحرير نعم يعني فيه الاستثناء في الأمور العلاجية. أيوه قلنا أيوة. سيدنا عرفة بن أسعد هذا كان صحابي نعم وجدع أنفه في يوم الكلاب يعني و... يعني و... آه تقص آه أنفه تضربوه, نعم. تضربوه. عملوا له صنعونه أنف مذبب من, من الورق من الفضة نعم. معدن الورق فيعني انتن عليه يعني تعفن وما ما نعم. الامور مشاتش مشاتش الامور فالرسول صلى الله عليه وسلم اشار عليه ان اتخذ انفا من ذهب من ذهب نعم وكذلك احد الصحابه زاد اذن له صلى الله عليه وسلم في ارتداء الحرير لحكه نزلت به نعم. كان عنده حساسيه جلديه او شيء نعم. قالوا مساج فالامور العلاجيه يجوز. يجوز نعم اذا كان يعني المساله اذا كان انت تحب تتخلص من المساله هذه تحب تبدله يعني بسيراميك او بلاتين او شيء اخر من المعادن او عاج او شيء من اخر من ما عاد تنجم تبدله اما ممكن. ما فيش شي مشكل معناها إيه طالما انت مع ما عملتوش للزينه وما عملتوش لكذا نعم. ف لا لا, لا انا انا تحت لي سنه قبل إيه نعم. كان ديما تذهب يا يعني صحيح هي صحيح هي. تحت لي سنة وقت تحت لي كيف مشيت لالمانيا انا وقت نخدم نعم. في المانيا نعم نعم مشيت للطبيب غلف لي السنة الصحيحة اللي بالواحد بالذهب وركب نعم. لي السنة اللي مكسرة و... واضح سي عامر اذا ما فما حتى اشكال أي. حسب ما فهمت هذا اذا كان يعني طبعا ما دام مسألة علاجية جاية واضح السؤال الثاني سي عامر السؤال الثاني نعم آه... هنا في الوسطية ايوه عندما يطلع الامام للمنبر اي فهمني ايوه معناها انا نعرف كي الامام كي يجي طالع يبدا طالع باليمين ويلاحق اليسار وحط لين يدور ويقعد يشد بلاصته. نعم درجه درجه ويقف في كل درجه ويضرب بعصاه على كل درجه وك يعني المتعارف عليه هذاك هكا ولا؟ صحيح نعم صحيح ايوه من اللي من الثوره وراح جاي ايوه هذا الامام يطلع كان يسال طالع في السلوم طالع <applause> سامحني طالع نعم. في السلوم فهمني و ويجري وفي شافي يقعد على الكرسي نعم بسرعة ما دون مراعاة الأمور اللي ذكرناها بالضبط, بالضبط. أيوة السؤال فأمني. السؤال أندرا هذا يجوز لل و... ونحب اللصق معه بالله الإمام عندما يبدأ في في المنبر ويخطب أي. ومصلي يدخل في نعرف قبل الوقت يطلع الامام للبنبر ما عادش تحيه مسجد ولا كي يدخل مصلي يصلي ولا كذا نعم نعم توا ما عادش توا الامام يبدا يخطب المصلي يدخل الله اكبر يصلي ركعتين فهمني معناها مو يقولوا هذاك معناها ومن لغا لا جمعه لا هذاك ما يسماش لا تو كي يبدا الامام يخطب تحيه المسجد فهمنا فهمنا السؤال نجاوبوا نجاوبوا دكتور ان شاء الله هذه اسئله سي عامر هذه اسئلتك يا عامر شكرا لك على الاتصال تسمع الاجابه معنا آه نعم. بالنسبه للموضوع نعم. الأول الرسول صلى الله عليه وسلم صعود المنبر وبكل نعم. الحركات آه. المتعارفه هذيك اللي نعرفوها في صلاه الجمعه الكل بالنسبه للموضوع الاول فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم امسك بخاتم من ذهب وقطعه من حرير وقال هذان حلال على نساء امتي حرام, حرام على, على, على رجالها, رجالها. والخاتم للتختم والزينه واضح والحرير للزينه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب يعمل امه ما يكونش فيها الميوعه نعم يكون الراجل عنده ما يكونش فيها التخنث آه. نعم فيه آه. بارك الله فيك ما يكونش يعني خطرات النسيم تجرح حديه خديه ولمس الحرير يدمي بنانه نعم يعني يكون عنده آه وقار فاذا كان الانسان اضطر لمثل هذه الامور او احيانا المسمار أنا في في في, العظم, العظم او في شيء في القدمين او في كسر او شيء كرمكم الله نعم. واربيش في يشفي الجميع ان شاء الله اذا كان مثلا ماشي للزينه ما حتى اشكال في خلاف الذهب إيه اذا كان يحب يغير نعم. ويخرج من الخلاف هذه ويرتاح يغيره واذا كان ما يحبش مش مشكلة صعود المنبر صعود للامام المنبر يعني الامام يعني يصعد المنبر عادي وكو ما يصعد بيميني طبعا يمين ما استطعتم نعم. ويجلس ويصعد بتؤدة يعني ما ما يكونش فيها ولا يكون فيها وقار وهذا هو بالنسبه للامام. نعم. نعم ليس ما, ما فماش هناك معناها فقه في المسألة ولا والله تعرض هو لها علماء ولا فقهاء. هو فقهها؟ والله الفقه في المسألة كما قال لك هو من ثورة واحد المصلين الكل في الجامعة ماشي بالهم هم أفقه من الإمام. <applause> يعني آه وهذا يعني شيء ملموس يعني خاصة يعني صارت برشا آه صورة الإمام صفة عامة <applause> آه صار فيها اهتزاز <applause> اي والناس ولت تطلع الآن وكذا وش به قال هيك وش به ما قالش هيك و... ثم الإمام راه أحيانا يكون خطيب يعني مفوه وخطيب مسقى وتهتز له أعواد المنابر ويكون يعني ليس فقيها مثلا <applause> نعم. يعني تسأله على مسألة يقول لك ما, ما تطلبش منه أكثر من هذا أحيانا يكون مقرأ خاشع ومجيد ولكن ليس له نعم يعني من العلم ما اذا اذا معناه فمش فقه معين في المساله لكن يصعد بتؤد ووقار مراعاة للموقف ولا نعم, لا نعم اذا كان هي يريد ان يدعو بما يشاء نعم يسمي الله واده نعم واده واده تحيه المسجد والامام قائم يخطب على المنبر تحيه المسجد والامام قائم تكره عند الملكي نعم هذا نعم وحتى عند الحنفيه خروج الامام يقطع مجرد الخروج مش حتى خروج الامام يقطع الكلام يقطع الكلام هو يقطع الصلاة كلامه هو يقطع الصلاة إذا كان خرج نعم إذا كان خرج نعم. الإمام من بيت كما نقولوا احنا من المقصورة قال من المقصورة إذا كان خرج هو إذا كان يسلم نعم. يعني هو كان فيها مسألة خلافية زاد حتى هذه مش مش, مش مشكل مش يعني بالحق ناقص خلافيات خرج الإمام نعم إنسان دخل قال الإمام جالس على المنبر يصلي صلاة تحية المسجد تكلم الامام وقفش الامام بداش الامام يخطب انتهى خروج الامام يقطع الـ 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 الكلام ما الناس تتكلم و وقوفه على المنبر وضح يعني أحد لكن الان صارت بعض المصلين يعني يتكلم على الامام واحد يقول اختصر فهمتني هو فوق المنبر هذه صارت ومن لا أحد جمعه له ربي يهدي قالوا في في وقالوا اختصر <applause> واحد احيانا <وقالوا>. تو لي ولا حوار ما عادش خطبه جمعه ربي يهدي كلمه بالكلمه <applause> يعني فهذا كله لازم الناس سمي الامام وامام اللي <applause> اتم به يا اما الامام تضعوا فيه ثقتكم وتساعدوه وتصوبوه بي بعد انتهاء المسألة يعني نعم. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يجب واضح واضح. إنسان يكون إمام يعني عنده مستوى علمي محدود ويصلي وراه يعني علماء في الشرع فهو يكون عنده تواضع وهم يكون عندهم لين وبالنسبة لحديث لي سليك الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي ركعتين في التجوز فيهما فهذا العلماء قالوا بانه اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يلفت اليه النظر اللي كانت ملابس ملابسه ورثه وشيء ليتصدق عليه وان كان هذا التاويل لا استسيغه شخصيا نعم. نعم. لان يعني الرسول لا اذا كان يحب يقول تصدق على على فلان تصدق على فلان تصدق ما يقولوش قوم فصلي ركعتين وتزوج معنى هذاك حبي يبين كون تحيه المسجد هي جائزه ولكن في مذهبنا الذي عليه العمل في ديارنا كونها تكره تكره الصلاه على خاطر اذا كان مش ولي دور الامام كان كل حد داخل المخر ولا صلاه الجمعه يزم يبكر لها الانسان اذا كانت تحب تصلي تحيه مسجد بكر بكر صحيح. يعني وفي حتى اجر نعم. يعني في الـ نعم 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 معنا مع الاخت رشيده من سيدي بوزيد نقول لها السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بك اختي رشيد. عليكم. وعليك بسلام. بسلام. أخنا رشيده وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختنا رشيده المجال مفتوح ليك لتطرحي لي ما شئت من الاسئله تفضل نبدا بسؤالك الاول عندي ابويا توفى الله يرحمه عايشك نعم نك أه، اسمه على الرخامه نحطها على البرد قلت قالوا لي حرام ايوه عملنا له رخامه الله يرحمه وكتبت له معناها اسمه اسمه على الرخامه اسمه بي وقتش توفى وقتش و... نعم مسر جاز الرخامه هذيك ايه؟ نعم ليش حرام, إذا, اذا كان عملت رخامه اذا كان عملت رخامه ابوك الله يرحمه حطيته فيه هذا يعني قبر فلان الفلاني فهذا يعني لا مانع منه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هز حجره كبيره وحسر عن شعدية يعني شمر وقال قبر سيدنا عثمان بن مضغون اخوه من رضاع نعم. قال أُعلّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهل قال هذه نعم. يعملها علامة بش بش يتعرف. مش تعرف مش نعرف ما نجيش ندخل المقبرة ما نعرفش قبر قريب نعم. وين فهذا قال له هذا نحب نعم أما أن يتم فيها إسراف ولا آيات قرآنية وكذا هذا هو اللي موهش به نعم. نعم هذا سؤالك له أختنا اختنا رشيده سؤالك الثاني مرحبا بك ربي يرحمه ان شاء الله هذا هو خلوها هذيك نعم مش... اشرت الى مساله مهمه الايات القرانيه على الرخامه هذيك مم. وتسجيج القبر والزخرف و... و و و دكتور هو بالنسبه لوضع ال... الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم سلم. ما حبش يكون فما تباهي في القبور اي نهى عن تجسيس القبور تجسيس ما أي. معنى, معنى بالجص <applause> وأمر تكون القلوب يعني يعني مست... نجم نقولوا البناء جير جير, جير, وقتها. مثلا نعم وأمر أن تكون القبور يعني مو لا, م... م... لا. مساوية لا, تعوي... لا تعلو على الأرض لا. والا تعلو مقدار يعني آ... ذراع لا تكون مسنمة كسينا من بعيد مش مت... مش شبره نعم. شبر, 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 نعم. شبر نعم نعم مقدار نعم. على... معناها نعم. حتى شبر. لا. لأن القبر عنده حرمة نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن أجلس على جمرة فتحرق ثوبي خير. و... و... وتحرق جلدي خير لي من نعم. أن أجلس على, على قبر. قبر لكن ما نراه الآن كون التقالقابر. القبر القبار يحفر في القبر والناس جالس على القبور نعم. أو تطأ القبور خلي على مقابر فيها ملاعب صغار يكوروا فيها يلعبوا فيها الكورة فما مقابر يعني تصير فيها جرائم وابشع جرائم عرفتها تونس يعني في المقابر في المقابر نعم. يعني جاء نعم. المقابر فيها المبيقات, المبيقات. وفيها تعاطي المخدرات نعم. وتناول الكحول نعم. وغيره و... و... لان المقابر بحاجه الى صيانه نعم. لان هذيك حرمه امواتنا الناس ما تحترمش امواتها ما تحترمش احيائها نعم. اذا القبر اسوه أن بالرسول عندما دفن اخاه من الرضاعه نعم. سيدنا عثمان بن علم عليه بصخره وسمر عن ساعديه لكي يعرف القبر و والارتفاع لا يجوز ان يتجاوز يجوز يجوز معناها نهاية كان, يكون نسبية. مسنم. نعم نهاية كان يكون مسنم, مسنم. يعني هذا لأن كان هناك تفاخر آه. حتى بلد درجة... الجاهلية نعم لكم التكاثر حتى زرت المقابر شوفوا قتلان أكثر من قتلكم احنا نعم احنا عندنا برشا شجعان وعندنا فهذه المسألة كانت في هذا السياق من باب التفاخر ومن باب يعني الضريح كل شيء قبر مربوط بإطاره معناها في نعم فيش... م... مربوط ب... بإطاره وهناك مسألة أخرى كون الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كانت هناك قبور تعظم تعظم وكانت هناك يعني حتى بعض الشركات وكانت هناك قبور يعني تزار بغيه الشفاء نعم. وقبور تزار بغيه هذا هو الـ 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 يعني كنلقى يعني مبني, مبني معناته مسنم كما اسلفت القول دكتور ومسيج فيصبح يتبارك به وهذا يتجاوز الامر المساله نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت الامه حديثه عهد بشرك مم فهمتني وهذه يعني. الامور حقيقه ماشيه وتتلاشى مع الزمن نعم ماشيه وتتلاشى مع الزمن بانتشار الوعي وبانتشار كذا كون الناس يصعب كونه يمشي القبر يعني ويقول له بلا أشفي لي مريضي او رد لي غائبي او شيء نعم. فهذه خاصه 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 مع ما شاهدناه من اضطراب حدث في مساله القبور وحدث ما حدث وتم اعتداء على حرمه الموتى في عديد من الاضحى نعم وتم يعني حرق زوايا ومقامات قال شنو هذه شركيات وبدع وكذا البدعه ليست في وجود العلماء والصالحين في تلك المراقه الشركيات هو راهو احنا اللي نعملوا فيها يا اخي سيدي محرز بن خلف ولا شيء قال الناس سحلفوا براسي ولا سيدنا ابو سعيد الباجي او شيء لا لكن الناس هي اللي عملت هذا الشيء لابد ان تبقى ديك اعلام واقطاب وتعرف الناس هذه يا سيدنا مم. علي بن زياد ناس نشرت المذهب المالكي وجات علماء وفقهاء وعباد وزهاد واضح يعني لازم يكون عندهم مقام. اذا خلاصه القول باش خلاصه القول كون خلاص وجود هذه بالنسبه اولا هذا بعض قال خاصه نحن في مقبرنا تنتشر الايه نتاع ايتها النفس المطمئنه ارجع الى نعم ربك, نعم. ربك فهذا يعني من بين امتهان كلام الله كون الانسان يعمل الرخام على القبر ما يكونش فيها اسراف لا بلا اسراف ولا تقدير ويضع فيها هذا قبر فلان الفلاني وانتهى الامر نعم. لان واضح. القران لا يكتب في ال واضح دكتور مقابل. المكالمة الموالية من زغوان معنا على الخط الاخت ألفا السلام عليكم اختي ألفا مرحبا بيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل مرحبا بك المجال مفتوح ليك للتساؤل تفضل أولا السؤال نتاعي على اللوز تفضل اللوز اي عندي بحذايا عند لهم الطعام تاع لوز. أيوة. ما ما لهم سالمين أنا مش يا جماعة ولا. أي. نحب نعرف ما حلال كان منه ولا خراب. يعني... يعني عندك شويه تفصيل في المساله هي الارض هذه يعني متروكه اهلها يعني تركينها ولا يعتنوا بها ولا فهم حتى شيء يعني لا أي. لا هم هم ما... يعني انا اهلها او ما همش ولا ساهم مش يجمعوا فيا ولا مخلينه وكاكا مهمل موجود طايح على الارض ساقط الشيء معناها تنجب اي اي اذا كان مش قدر يسير ما قدر يسير يكون مغتفر ولكن لابد كون الانسان باذنهم يعني يستاذنهم يقول بالله انتم اللوز راكم تجمعوش فيه ويبقى لين كذا ولين يطيح وربما لين يفسد وكذا يا ترى نحو منهم ما يسالش هم مدام هم ما همش مهتمين بها اكيد باش ياذنوا لكم هذا من باب يعني يكون هما, هما اختنا الفا يحضروا من حين لاخر الملك هذا ولا ما يجيوش بالكل؟ لا <applause> هما بحذانا ساعات ينحوا منهم مش بحذاكم ما ينحيوش اللوز أي. اللوز خذوا اذنهم في ذلك واذا كان اذنكم فكلوه هنيئا مريئا ان شاء الله. نعم. معناها معناها واحد ينحي حرام. لا هو الاصل كون اذا كان شيء هناك اشياء تقديرها يرجع للعرف مو اكثر منه للشرع. نعم. اذا كان المتعارف كون الاشياء المتساقطه هذه من اللوز ولا من كذا ولا من القارص ولا من اللي معناها اللي اشياء و... متعة فما اشياء ما كانش تتباع اصلا فما اشياء ما كانش تتباع الكرموس قبل ما كانش تتباع والخروف وغيره, وغيره بقبل كان اللي يتعدى ياكل معناها فهمتني يتعدى, يتعدى ويعتبر صدقه لصاحب صدقة يقول نعم يعني هذاك صدقه كان موجوده حتى الناس كانت قبل يعمل هو يعمل يخليها عثمية عثمية ويعمل فيها ماء ولا يعني الهندي زاد كيف كيف ولا يعني. كل شيء الناس ولد كل شيء يعني تعصبوا فهذا اذا كان انتم في العرف الجانبي في جهتكم وفي المنطقه الفلاحيه هذه كون الاشياء هذا اللوز متروك اللي ياخذ منه مثالش امر مغتفر وما بين الناس ما يعني اذا كان العرف هيك اذا كان العرف كون الناس ما يحبوش ورزقهم هذاك <applause> تشاوروهم عليه ثم تنحوا اذا كان إذنكم لكم بذلك نعم انتم وشنو متعارف عليه في جهتكم يا هذا آه واضحه الإيجابة. مبارك الله فيك انت ما دامك وصلت اطلبت وسالت على الموضوع هذا نعم. دليل على الورع نعم. يعني دليل أكيد. على الورع لان الناس توا تاكل أي. تاكل الاموال تأكل وتاكل مليارات الناس والمليارات وما تسالش نعم. اختي الفة عندك اسئله اخرى لا لا يا حمودي شكرا, شكرا الله لك على الاتصال واحنا صغار <applause> نسمع دكتور انه كيف تمر ربما حتى من عبثة <applause> الصبيان مثال خلينا المساله <applause> توضيحا وتعميما للفائده وقت اللي يمر الانسان يعني بمزروعات ولا ثانيه ولا معناها غراسه مش باش يجمع في اكياس هو ويحمل في شاحنه ويبيع باش ياكل يقولوا اذا اللي كليت منه هذاك حتى لو كان ما في علموش صاحب البستان يعتبر صدقة له صحيح ولا غلط؟ هو ما من مسلم يغرس غرسا نعم. أو يزرع زرعا نعم. فيأكل منه إنسان أو طير أيوة. أو بهيمة أيوة. إلا كان له به صدقة حتى دون علمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دين تعمير قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يدي يد أحدكم نعم. فسيلة استطاع لا يقوم حتى يغرسها فليفعل تقومش لقيامه وينتهي الكون نعم. وانت عندك فسيلة يعني شتلة صغيرة نخلة نعم. صغيرة يعني مش نعم. تغرسها حاول كيف تغرسها نعم. يعني فهذا فيه أجر ياكل منه طير او أع... لكن اذا كان هذا من باب الاجتياح من باب الاجتياح كما قلت الانسان يجيب اكياس ولا طيور مثلا كما كترد ولا كذا ولا طيور مخربه ولا جراد ولا شيء هذا يجوز كون الانسان يدفعهم ولا يقتلهم ولا يصطادهم الحيوانات هذه او يمنع الناس يمنعهم يعمل حارس او شيء يمنعهم او يعمل سياج عم... هذا اذا كان الناس زالت الحمد لله مازالت النيه ومازالت البركه لكن اذا كان بالورع من باب الورع كون الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. يقول لا يحل لاحدكم ان ياخذ من اخيه عودا الا عن طيب خاطر يبداش عود يا هذا انت بعد اذنك ناخذ هذا نعم. تفضل الدل لكن هذا ما بدون يعني اذنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادخلوا الى بيتي واجد الثمره على فراش وامسحه ويعني اهم باكله اهم باكله نعم يعني اشرع في اكل ولكن يعني يقول لعلها تكون من من مال الصدقه يقول فاتركه شوفوا الورع أحد الـ الـ يعني الشيوخ يعني وضع جرته في مكان وعندما رفعها رفع معها قليلا من الطين هزت نعم. معها طرف تراب رجع اكثر من كيلومتر لكن الارض مش اللي رجع طرف تراب هذه مش اي نعم لان يعني فما كانوا يتحراوا برشا نعم في المسل وهذا دل. الحق المكالمه هذه تثلج الصدر نعم الحمد لله ديما الناس لله. يقولوا ما عادش فما خير في الدنيا ما عادش لا الخير فما ناس على 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 نعم. حفله نوز نعم. تسال وما تحبش تاكل واضح. لحرام. واضح نعم. نعم. اذا نعود الى المكالمات الهاتفيه معنا على الخط الاخت فايزه من بيجا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اختنا فايزه اهلا وسهلا مرحبا بك اختي فايزه مرحبا بك تفضل آه عندك آه سؤال واحدة وعدة أسئلة والله عندي يعني مجموعة من الأسئلة إذا كان تفضل إيه. ما يسألش تفضل مرحبا بك بي. إذا السؤال الأول اسألي أه ولا حرجك كما قال الدكتور نعم الأسئلة كلها تتعلق بغسل الميت غسل أه غ... تغسيل الميت هكا تغسيل غسل. هاي غسل أي نعم ميت. صحيح حبيت توضحوا بعجالة يعني أهم أفعال معناها في تغسيل الميت <تغسيل 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 وهذا سؤال هذه طريقة تغسيل الميت هكا هكي هكي. نعم هذا سؤال له. تحب نجاوبه اتباعا ولا نسمعوا الأسئلة نسمع 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 نسمع. نسمع. نعم تفضل السؤال الثاني السؤال الثاني هو هل أنه تغسيل الميت أي. يكون مباشرة قبل الدفن أي. أي. يخرج مباشرة وإلا وإلا يتغسل ويبقى مثلا ساعة ساعتين ومن بعد يخرج الدفن نعم ده. هذا السؤال الثاني طيب أي <تصفيق> <تصفيق> تفضل <تصفيق> تفضل مرحبا بك والسؤال الثالث إذا كان في تكفين الميت. نعم تكفين اي تكفين ان طريقه معينه تكفين وما مختلف مختلفه معينه والا لازم يتلف معناها قطعه واحده من القماش يتلف بها كل نعم معناها الكفن صفه الكفن هكا سؤال وسؤال اخر صغير اي تفضل اذا كان اذا كان الميت يوصي انه شخص معين يقوم بتكفينه اه اه الوصيه اي اي الوصيه لانه نحن نعم. واجب ان نوافقه معناها انه الشخص هذا نفذ الوصيه ولا واجب ولا والا انا راه مثلا انه الشخص هذاك عندي احتراز عليه اي اي, أي. الميت. ربما فما شيء تعلمه انت الميت رحمه الله ما يعلموش هكاك اي نعم هذا هذه الاسئله نتاعك اختنا فايزه هذا هو شكرا لك اقعد معنا على الخط واسمع الاجوبه أي. طريقه التغسيل هذا الجزء أي. الاول ولا السؤال الاول بالنسبه لطريقه التغسيل وطريقه نعم. التكفين هذه وهذه الامور لا يعني لا نجيب عنها في البرنامج مش نعطوا الطريقه العمليه كيف نعم. تكون نعم. ولكن يعني سوف يعني اختنا فايزه سوف ارسل لها أنا لي كتاب يعني في الموضوع نعم. في اكثر من 333 صفحه طقوس نعم. جنائزيه بين الاحكام الشرعيه والعادات الشعبية. الشعبيه في كل هذه التفاصيل سوف باذن الله ارسل لها كتاب هديه من عندي ان شاء الله, إن شاء الله. يعني تتوسع ربما تكون هي يعني مهتمه بهذا الامر آه. او تتولى تغسيل الموتى او عندها موضوع ما فيه سوف في نعم هذا سدد نعم لا نجموش نعطوا طريقه عمليه ولكن نعطوا خطوط عريضه الخطوط العريضه هذا هو الخطوط العريضه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلح. فل يعني يغسل موتاكم المامونون كون الانسان اللي يتولى تغسيل الموتى لا يعني يكون انسان امين نعم. مأمون. مامون يؤمنه مأمون. الناس يؤمن جانبه نعم. يؤمن جانبه حتى لا يتحدث بالناس لانه نجد اناسا يعني للاسف الشديد كذا والله آه نسمع مثل هذا الاقوال أي والله كذا وجدت كذا ورايت كذا ورائحه كذا ووجدته لحمه احيانا يكون مريض او نعم. كذا والله لحمه ازرق ظهر لي ضربوه نعم. ظهر لي دزينه ظهر لي كذا رائحة كريهة لو وجهه أصفر فهذه كله لا يجوز نعم. يعني هذا يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني تغسيل الميت وحمله وكذا فيه من الاجر الكثير صحيح. ولكن يعني وفيه غفران الذنوب اذا كان انسان يغسل الميت ويتحدث بما بما راه نعم. او بتقطيب جبينه او باي شكل من الاشكال السيئه فهذا يعني حرام ومنكر نعم. ويجوز كون الانسان يوصي. نعم. السيده عائشه تقول اي اي نعم. مهمه الاجابه على ان نفذ وصيه الميت نعم. بانه يغسلوا فلان او فلان. الا اذا كان انت انت تعرف اكثر من الميت. نعم. يعني السيده عائشه تقول لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله الا نساؤه. نعم. قل انا لو كان يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت في لحظات الموت يعني نعم. فدلك معه قال ما ضر لو متي قبلي وغسلتك وكفنتك وصليت نعم. عليك قال علاش ما تموتيش انت قبلي وكذا وهذا من سماحه الرسول الاكرم <applause> كان من نعم. يعني سعه نفسه في لحظات وقتها اللي... يعني في نعم في الرسول صلى الله عليه وسلم هي تقول وراسه ووجعها راسه وجعفاه سيده عائشه وقت نعم. الرسول مريض نعم. يعني قال هنا يا عائشة يعني الموجوع بالحق نعم. وكان مش يموت لذلك استأذن نساءه مات في بيت السيدة عائشة تقول نعم. مات بين السحر ونحري صلى الله عليه وسلم نعم. هذا دليل على أن الإنسان يجب يختار من يغسله والزوجة تجم تغسل زوجها والزوج فقط في هذا فقط بالنسبة نعم. للذكر والأنثى نعم. مع اختلاف الجنس إلا الزوج عند الحق يغسل زوجته نعم. بالنسبة للرجل لا يغسل الـ 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 المرأة. المرأة ولو والمرأة. كانت صبية غير الرجل. طب إلا زوجها إلا زوجها إلا هذا نعم. الاستثناء ويغسل قالوا اللي وصى احيانا يوصى الانسان يقول نحب يغسلني ابني ويصلي علي ابني هذا هذا جائز وبالنسبه ورسول صلى الله عليه وسلم غسل سيدنا علي لكن السيدة سيدنا علي وسيدنا العباس السيدة سيدة عائشه تقول اللي لو كان انا معناها لو كان استقبلته من امر ما استدبرت لو كان ترجع الايام يعني أه لو أه فرضا انا أه يعني غسلت الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا الوصيه واجب تنفيذها بالنسبه للتغسيل الا إذا, إذا, اذا كان الانسان مثلا إنسان احيانا سان يقول لك بالله فلان ما نحبوش يقف علي في, في الغسل. يا سبحان الله ينجم يكون هو جلس في مجلس يسمع فيك المراه هذيك ولا يسمع في كذا يتحدث يا اخي العام انا غسلت فلانه ووجدتها في شكل معين، نعم. فهذا من باب لابد كون الانسان يكتم ما نعم. يراه من الميت نعم. واضح. من الاشياء السيئه ويظهر يقول رايح نعم. كذا يقول الكلام هذا المطلوب. نعم. آه ثم بالنسبه للتكفين يا اما نعم. يكفن في آه اكثر حتى من نعم. حد نعم. نعم. ولو ثلاث ولو اكثر ولا خمسه أثواب نعم. جائز والمرأة يعني تكفن بالثوب الذي يقول أم. نختصر أم. في نعم بالثوب الذي المرأة نعم. تكفن بالثوب الذي ما نساش نكملوا يعني ينجم الانسان يختار ثوب يكفن نعم. به يا اما يمشي الكفن اللي حاجته به يا اما ناخذ مكالمه اذا كانت تستنى نعم. ناخذ مكالمه ونرجعوا له لا نختموا بسؤال في نختم هذا الموضوع باش نمشيو لاخر سؤال من اختنا سميه معناتها لا يجوز مثل الرجل امه لا 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 يجوز نعم هذا هو تو نرجعوا للموضوع في حلقات قادمه باذن الله ونعد اختنا فيصل إذا انا باش كتاب الدكتور أيه نعم العادات الطقوس الجنائزيه بين نعم العادات الشعبيه والاحكام الشرعيه والاحكام الشرعيه ويجوز بالله حتى في كلمه نعم فقط يجوز كان الانسان يعني يكفن في الثوب اللي يحبه يلبسه مثلا الانسان عنده لبس يصلي بها الجمعه أيه أيه ولا حج بها ولا يقول أيه كان كفن فينجم يتخذ كفن ويخليه في بيته نعم ويوصي به ولا يجيب فما ناس أباءنا يجيبوا من الحج يقول كذا راني جبتهم من الحج واذا مات حاجة. وهو ساجد في صلاته راكع او قائم ولو يكفن في ذات الثوب اذا كان هو مصي اذا كان هو مصي نعم نعم, 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 نعم نعم يكفن الثوب ولا تفاصيل في الموضوع نعم يمكن نعود نعم في حلقة سيدنا ابو بكر الصديق نعم في كلمه وقت اللي جابوا ثوب جديد وكل شيء قال كفنوني في ثوب قديم نعم قالوا في كفنت الرسول صلى الله عليه وسلم في أثواب بيض سحوليه فقال كفنوني في ثوب قديم فانما هو المهله قال نعم. الفن ماشي لل... 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 للبلاء قال, قال المهله هي صديد وكيح آه. يخرج من الميت قال كفنوني في ثوب قديم واعطوا جديد للحي واضح فهذا الانسان نعم. والموضوع هو يعني, يعني آه. ذو شجون معناها فيه برشة تفاصيل طبعا اذا المكالمه الهاتفيه الاخيره معنا على الخط الاخت سميه من حيث ظهر لي انقطعت المكالمة طولنا على, على كل حال هي أختنا فايزة سألت أيضا هل يغسل الميت ثم يجهز إلى <applause> الدفن مباشرة وإلا فما وقت ما تعرف عاداتنا وتقاليدنا اللي هي ما نعرفش علاقتها بالشرع مش ما من نعرفش نحب من نعمل روحي ما نعرفش تعميما للفائدة مباشرة والا قبل بسويعة ونص سويعتين من يعني معاد الجنازة. اكرام الميت يكون بالاسراع بغسله نعم. وكفنه ودفنه. نعم. قلنا تجهيز الميت نعم. هو اول شيء تجهيزه يعني الغسل ثم الكفن اول حاجة اذا كان مات التسجية هذيك رخف الضواغط نعم. ثم يعني تغميض العينين لان اذا طلع روح تبعه البصر ويعني يتم غسله وكفنه وتحنيطه والاسراع بدفنه اسرعوا بالجنازه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحنيطه مش تحنيط بتاع الفراعنه من الحنوت الحنوت يعني نعم. الرائحه الرائحه الطيبه هذا نعم. هو. لازم توضيح نعم دكتور. فهذا آه ويسرعوا بالجنازه نعم اذا كان هو خير خير تقدمونه لها واذا كان هو شر شر تزرعونه ويقول الرسول صلى الله عليه لا تدبوا بهذا دبيب اليهود واضح. وهذا المشهد السيء الذي نراه نعم. ويزداد كل, كل يوم, كل يوم كونه تلقى قافله وطابور سيارات احيانا يكون بامتداد كيلومترات أي. لا لشيء لان فما شباب جاهل بالدين نعم. يعني يغلق الطريق يعني ويعطلوا الناس على مثلا جنازه يهديه. تسير هذا عكس السنه نعم. بالله يقولوا لهم بالله اصحاب السياره يقولوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدبوا بهذا دبيب اليهود ما يتمش يعني يعملوا يعني كل ما يمشوا بشويه بشويه وكان يعني دبيب لا نعم. هذا هذا حرام لان فيه تعطيل تعطيل لمصالح الناس فيتم الاسراع بالجنازه نعم. هذا هو نعم العصر. واخر نقطه آه الاعلام على الجنازه هل يجوز بالمزدح ومضخمه الصوت وغيرها اذا كان هذا بالنسبه للنعي نعم. عنده عنده احكام اذا كان الشخص هذا يعني آه يراد بهذا النعي كما عمل اعلام الناس اعلام الناس نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت قال استشهد سيدنا جعفر واخذ الرايه عبد الله بن رواحه رواح. ويعني هذا يطلع ويعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عباره يعطي في اخبار الجبهه او البول مه 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 فهو في دورك قائد عسكري وقتها نعم. يعلم في الناس واذا كان شخص يعني النعي هذا اللي موجود في لا يقصد به التباهي ولا شيء مش يعلم سنة تاجر وعند ناس وعنده مثال السياره بالمضخم الصوت ما فما لا ما فماش مشكله اذا كان نقص ليس مقصود به التفاخر ولا وانا وانما لاعلام الناس لاعلام النعي لان شوف فما راهو ممكن بعض الاخرين يحلوا بعض الكتب ولا يحلوا الانترنت يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اياكم والنعي النهى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مش النعي هذاك آه. اللي كانوا قبل يجوا يقولوا يا نعي العرب يجوا ناس يعني يعملوا شكل من اشكال النواح هذاك اللي منهي عنه جوقة نواح اما النعي بمعنى اعلام بوفاه فلان كون الانسان مش يعلم مش يحضر للجناس تقريبه فهذا واضح. هذا هو الجايز يعني اما احيانا النعي يعني ياخذ اشكال من اشكال الاسراف ويتم الاعلان عليه في الصحف ويتم الاعلان عليه في كذا ويتم ذكر ما اخبار النعي تلقاه قصير ولكن شكر نشكر السيد فلان فلان اللي حضر جنازه وكأن إحاله على كون الشخصيه هذه شخصيه وحش. مرموقه وكذا هذا ما نعم. تف... إذا كان فيه شبهة رياء ولا غيره ولا تفاخر معناها نعم. لا لا يجوز لا يجوز صبع. نعم شكرا لك دكتور شكرا لكل من اتصل نعم. بنا شكرا للفريق العامل معنا في هذا البرنامج فردا فردا نذكركم بسائل الاتصال بالبرنامج اللي هما الهاتف 00216 93 438 038، العنوان الإلكتروني اسأل ات يوزا تيفي نقطة تي ان، ونذكركم أيضاً أنه كافة حلقات البرنامج موجودة على موقع اليوتيوب، بالإضافة إلى حلقات برنامج من واقع صايمين الرمضاني اليومي، أجدد لك الشكر دكتور على هذه الأجوبة العافية والشافية. بارك الله فيك. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته